1967 وتسأل عن العمل، وهذه هنا الخنزير البري بالأبراج الهندية، وبنسرقة برج الحصان الجدي، وهنا بالأبراج الصينية البابلية. لا يبدأ المجهود، تبدأ المجهود بحياتها، مجهود كثير عندها، لكن أعطيها الأوقات الجيدة المناسبة على مستوى العمل. أفضل فترة راح تكون لها ما بين 2-2 إلى 5-2، هذه فترة راح تكون إيجابية وجيدة، عليها أن تستغلها، قد تكون عندها فرص حلوة يعني.